أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين، إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تصاعدت حدة التظاهرات في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية مطالبة بإسقاط نظام ولاية الفقيه في البلاد، حيث تشهد التظاهرات الغاضبة والناقمة على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون قمعا بأشكال مختلفة شهدت قمعا بأشكال مختلفة من قبل القوات الإيرانية. دعونا نتابع مقاطع مصورة من المدن الإيرانية التي تشهد تظاهرات غاضبة فلنتابع. مامان حالم خوبه تلفن روشنه، خداحافظ. وای الإيرانيون بدورهم عبروا عن غضبهم كذلك بتمزيق وحرق صور لخامنئي وسليماني. هذه المقاطع التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل عليها جمهور كبير على هذه المنصات. دعونا نتابع لقطات مصورة لأبرز تلك المقاطع التي انتشرت خلال الساعات الماضية فلنتابع. في ظل هذا الاحتقان الذي تشهده المدن الإيرانية تحاول طهران تنفيس الاحتقان وصرف الانتباه عما يجري على أراضيها بقصف مناطق عراقية، حيث أفادت مصادر أمنية ومحلية في محافظة أربيل بأن قصفا مدفعيا إيرانيا استهدف بلدة سيدكان شمالي المحافظة وسط مطالبات بوضع حد لتلك الانتهاكات. ونقلت وكالات أنباء محلية عن مدير ناحية سيدكان إحسان تشلبي قوله بأن قصفا مدفعيا إيرانيا استهدف عصر اليوم السبت منطقة بريزين وهورني التابعة لبلدة سيدكان شمالي أربيل، مضيفا بأن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية. من جهته أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن السورشي بأن القصف المدفعي استمر لنحو ساعة كاملة وقد تسبب بحرائق
في مزارع في البلدة، فنتابع هذه الصور. يا بيغمبري خوي ها واره برخري بلا بشتي ما راشي داني هل تياه او بشتي دا هرشت هاي جلي درشا اي دي مفاتي دي تيكل من بري من ولا دو برازا صافيا حاتي محمد ياخذ تيبرا لو تيبرا ها ربي تساو تاري بن زاهر لو تخري لا تلوتا وي ربي تاري بن زارين بري خوشار دو كرو عراقيون ربطوا ما بين هذا القصف وما بين ما يحدث من تظاهرات غاضبة داخل المدن الإيرانية. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. منهم من علق وقال كحسن ناجي على فيسبوك يقول يبدو بأن إيران تختنق في الداخل فتحاول الرد خارج حدودها. عبد الله نجم يقول عادي قصف قصفين ما يأثرن على هيبة الدولة. يستعير طبعا مقولة وزير الدفاع جمعة أناد عندما قال صاروخ صاروخين ما يأثر على هيبة الدولة. وسام الزيدي يقول يلا عادي هسه يطلعون الجماعة يستنكرون ويدينون والله يحفظ أهلنا في أربيل. وجدي الدليمي يقول العراق صار مصفعة لكلها تكفخ به أو هي بسبب اللي أنهوا العراق منذ 2003 ولغاية اليوم. إذن قصف إيراني على شمالي محافظة أربيل يأتي بالتزامن مع التظاهرات والغضب في الشارع الإيراني. معنا أم نور من النجف، تفضلي أم نور. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أختي. يا أهلا بك. أنا عندي بنت عمرها 7 سنين فقد من عجب يعني من انسداد بالأمعاء. نعم. أخذتها مستشفى الزهراء قالوا لي إن سوالها العملية دكتور حيدر العواقدي. نعم. واضح. من سوالها العملية أنطاني طفلة طلع لي إياها من العملية محترقة. شلون يعني محترقة؟ محترقة أني أناشد من خلال قناتكم أرد أعرف شلون بنت احترقت. الطانية محترقة يعني الطفلة محترقة بمعنى الكلمة. دزيت مقاطع لها لكم قناتكم ودزيت صور وانت شوفوها وانا اريد من قناتكم اعرف شلون بنتي احترقت. وبنتك عايشة؟ بنتي عايشة وعالجتها. تمام. والله ثلاث اشهر انا داخلة وياها بالمستشفى. زين ما راجعتي بها طبيب ثاني وحاولتي تعرفين شو الاسباب؟ ما راجعتي طبيب ثاني؟ ما راجعت نفسي كدكتور حيدر العوادي ودكتور ماهر في معين وياه. هواي راجعته وسالته اريد اعرف شنو السبب، ما انطاني كل سبب. يعني شنو محروق كل جسمها؟ ها؟ جسمها كله محروق لو شنو؟ خاف اثار العمليه يعني؟ نعم. صار عندها نعم. زرق جسمها او كذا بسبب العمليه؟ لا اخويا لا. احترقت عندهم بالخدج، اما يقول لي حراره بطانيه مشين بطانيه حراريه عندهم احترقت عندهم ما اعرف شنو السبب. نعم. اني من خلال قناتكم الموقره نعم اريد اعرف السبب. واني اناشد كل واحد شريف عراقي. نعم. اناشد سيد مقتدى اقول له اني بنت ولايتك اني بنت النجف. نعم. أناشد من قناتكم أناشد كل واحد شريف وأناشد بالخصوص سيد مقتدى أقول له أنا بنت ولايت. نعم. بس بنتي بعد عندها عملية يرجعونها خروجها طبيعي ما. وهسه شلون صارت؟ هسه شلون صارت بنتك؟ الله يخليها ويحفظها. هو بس شنو جسمها كليته مشوه. وهي عندها بعد عملية الآن. نعم. هو من سوى لها العملية خلى خروجها من خاطرتها. قال لي بعد 6 أشهر أرجع طبيعي. نعم. الطفلة حاليا عمرها 10 أشهر.
زين أم نور، أم نور زواج ما يرضى يستقبلها. نعم وين أرسلتي لنا الصور والمقطع مالتها؟ وين أرسلتي؟ دزيت من لكم وتحاكيت أنا أبل المقطع قال لي هسه نعرضن مستشفى الزهراء التعليمي بالنجف الأشرف جرت نعم. عملية وصارت هاي الجريمة صارت مستشفى الزهراء. نعم بري من عندهم مستشفى الزهراء، أنا أقول بري من عندهم مستشفى الزهراء، واشتكي أنا القضية انغلقت انضمت بفلوسه هو رشا الناس وضمها القضية، وأني أبدأ أشوف هاي القناة خصوص نعم. السيد مقتدى. نعم إن شاء الله ما عدها إلا العافية أم نور. أخويا نعم طفلة تريد عملية بعد لأن خروج من خاطرة تريد عملية أراجع، حتى الدكاترة اللي يعرفوا كلهم مطين وقلهم لا تستقبلون الطفلة والله العظيم. ما عدها إلا العافية والله يشافيها ويعافيها، وإن شاء الله إذا وصلتنا الصور والمقطع نعرض هنا في برنامج صوتكم. شكرا أم نور من النجف كانت معنا. طبعا القصف المدفعية الإيرانية اليوم لمناطق حدودية في ناحية سدكان على الحدود مع محافظة أربيل، تحدثنا بأنه مدير الناحية إحسان الشلبي قال بأن هذه المدفعية الإيرانية قصفت مناطق بربزين وغوري وساي وهورون وهوران، والأمر الذي هو هذا القصف أدى إلى فزع وخوف الأهالي هناك. بالمقابل أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن مدفعية الحرس الثوري قصفت مقرا لما سمتهم بالمناهضين لإيران يقع في المنطقة الشمالية من العراق، وتعرضت أربيل في 13 من آذار الماضي لهجوم بعدد من الصواريخ البالستية التي أطلقت من إيران واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المباني دون سقوط خسائر بشرية. معنا أحمد من ألمانيا. أحمد، مع احتدام وتصاعد التظاهرات الإيرانية على خلفية مقتل المواطنة الإيرانية مهسا أميني، إيران تقوم بقصف مناطق شمالي العراق، عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي ربطوا بأنها تحاول التنفيس وإشغال الرأي العام والإعلام عما يحدث داخل المدن الإيرانية. كيف تقرأ هذا القصف الإيراني على المناطق الحدودية العراقية؟ مرحبا بك. نعم أخي، بسم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أولا، محاولة تصدير المشاكل الداخلية داخل إيران إلى ساحة إلى الحديقة الخلفية لإيران وإشغال الجمهور الإيراني المواطن الإيراني بما يجري خلف الحدود، وكذلك محاولة ضرب مقرات المناهضين للحكم الدكتاتوري لخامنئي الرجيم في طهران، وباعتبار أنه على يعني مثلنا الدارج بالمناطق العراقية يقولون اللي ما يقدر على الحمار يرجع على البرسعة، ما يقدرون على الشعب والشعب ثائر ضدهم والعقوبات يعني دمرتهم تدمير ودمرت الاقتصاد الإيراني وشلت الاقتصاد الإيراني بكل ما تعني الكلمة، يحاولون تصدير المشاكل الداخلية إلى دول الجوار. هذا أولا. شيء ثاني، أنا رأيت بأن بعض الزيول كما نسميهم في العراق يعرض فيديو لبنت شابة وشاب إيراني يمزقون القرآن وينسبون ذلك إلى الشهيدة بإذن الله التي قتلت في عند شرطة الأخلاق. هذا حقيقة تدليس، وهذا حقيقة هو محاولة لتبييض صفحة الملالي في طهران. شيء ثالث وأخير أقول، اليوم تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن الجرائم التي أو الاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية لا يمكن أن تمر بسلام، أنا أعتبر هذه رسالة موطنة للفصائل المسلحة داخل العراق للغوائيين والإرهابيين الموجودين داخل العراق على استهداف المصالح الغربية واستهداف المصالح الأمريكية بالعراق، للفت أنظار الشعب الإيراني أنه يوجد هناك خطر خارج الحدود، خطر محدق خارج الحدود من قبل أمريكا والتحالف الغربي ومن وراءهم إسرائيل لربما يستهدف إيران. أنا أتوقع أنه خلال هاي الليلة وغدا سيحدث بطش من قبل قوات الأمن والمكافحة الشغب والحرس الثوري بحق المواطنين الإيرانيين، وأتوقع باكر كل شيء يصفى بإيران. حكم جلادين ويحكمهم زعيم يعني قاضي الإعدامات، هذا رئيسي،
فكيف تتوقع منهم الخير للشعوب؟ نعم. إيران المغلوبة على أمرها ولشعوب المنطقة. نعم. شكرا جزيلا على حسن شكرا أحمد من ألمانيا كان معنا. دعونا نذهب إلى ملف آخر مع احتدام الصراع السياسي في العراق ومع بين شركاء العملية السياسية، وكما يصفه مراقبون بأن الوضع الحالي أشبه ما يكون بقنبلة موقوتة تتصاعد حدة الاحتكاكات يوميا يوما بعد يوم بين ميليشيا السرايا وميليشيات تابعة للإطار التنسيقي، لتظهر في بعض الأحيان على شكل نزاعات بين عناصر كلا الطرفين. مشاجرة كبيرة بين منتسبي ميليشيا السرايا داخل مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، وقد أكد الناطق باسم ميليشيا السرايا واعترف بحدوث هذه الاشتباكات مع العتبة العسكرية، وقد نشرت وسائل إعلام محلية وكذلك تابعة لهم مقاطع قالت بأنه للاشتباكات بين ميليشيا السرايا وميليشيات تابعة للإطار التنسيقي. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. قريبة فوق العمارة دي. هيك أنا أقول لك فوق العمارة دي. شوف تعارك ولي. وفي ظل الانفلات الأمني وتسيد الميليشيات زمام الأمور في بلد تعمه الفوضى في كل النواحي كما يقول العراقيون، لا تزال جريمة محمد حامد ابن شقيقة أبو زينب اللامي مسؤول تنظيم أمن ميليشيا الحشد لها تفاصيل أخرى، حيث أظهرت مقاطع مصورة أخرى بخصوص المغدور السيد يوسف البطاط بعد أن انسحب محمد حامد اللامي وتم إصابة سيد يوسف مع الرائد في الدورية. قام أخوه محمود حامد اللامي مع مجموعة بإطلاق النار على الدور السكنية، وقاموا بفتح النار على دوريات النجدة في منطقة الشعب، علما بأن قناة الرافدين يوم أمس بثت مقطعا لاستهداف الذي تعرض له الراحل يوسف البطاط. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت اليوم. من قمات سيارات كل شيء ابو النجدة واقف كل شيء مسوي ضربه شلون برده يرمى النجدة. مقطع مصور لاستنفار وتعزيز الحماية بمحيط منزل أبو زينب اللامي بعد نفي العطوة من قبل السادة وعشيرة البطاط، بحسب المصادر المحلية بأن تلك المجموعة التي استهدفت يوسف البطاط هذه القوات جاءت وعززت من تواجدها حول منزل أبو زينب اللامي، وتم وضع حراسة مشددة خوفا من عشيرة المقتول من البطاط. فلنتابع هذا الصور. هذه الصور بحسب ما تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا
الموضوع. منهم من علق وقال كأم أحمد الزيدي، قالت لا حكومة ولا سيادة ولا أمن وأمان، تقول البلد سايب بيد الميليشيات المسلحة. ندى كمال الدين تقول هو هذا التقدم والديمقراطية، البلد وصل للحضيض، انتشرت ثقافة القتل واضمحلت ثقافة القانون، بلد تحكمه شريعة الغاب، أحزاب فاسدة، ميليشيات مجرمة. أما عمر محمد فقال بلد تايه، عايشين بالقدرة. تعليق آخر من حسن محمد يقول بلد سايب تحكم ملة حرامية لا أصل ولا فصل. معنا اتصال علي من بغداد، مرحبا بك معنا علي، تفضل. أستاذ عمر حبيبي، أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. طيب الله المساء عليك إن شاء الله بالخير والعافية. الله يسلمك، الله يعافيك. الجميل الراقي اللي كلام كل أدب واحترام وتقدير، والله العظيم حياك الله، وهذا وجهك الطيب. الله يسلمك، الله يخليك. طبعا أستاذ هو البلد صار مأزق، ناس تجر طول وناس تجر بالعرض، وما حد مماكله غير بس الفقير وابن الخايبة، والله العظيم أستاذ عمر. نعم. وإحنا وين اللي حيوصلونا وين اللي حيودونا ما نعرف. الله شاهد. زين. يعني هاي يوم بالمحاويل نزاع عشاري وكاتلين ناس. نعم. يوم ذيقار كاتلين ناس وهم نزاع عشاري، ما تكافي. نعم. والله العظيم، والله العظيم أستاذ، الشعب وصل به مرحلة التخلف 100%. عش السامع وعش الناس الزينة المحترمة مثل حضرتك ومثل الناس اللي تسمح هذا الإذاعة المؤقرة. زين علي، بظل هذا، بظل هذا الانسلاح، السلاح المنفلت، في ظل هاي المقاطع اللي نشوفها، يعني احنا عندنا شرطة وعندنا استخبارات واكو امن وطني، ما عندنا استاذ، ما عندنا، ما عندنا. شلون ما عندنا؟ ما عندنا والله تايه، بس قادرين على ولد الفقير. والله قادرين بس على الفقير، وكلام الله، هم لو بيهم حظ وبخت يروحون على هالميليشيات تحت ميلتمون ولد الخايبة اللي سوالف المكسره بالشارع والكبتله والحبوب والشيش مال بائع في المناطق، وحق هو القران، وحق هو القران، ما يقدرون على ذول قالتهم، يقدرون على ولد الخايبه. نعم. يشيلون ذول اللي 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 التعبانين وناس على قوتهم اليوميه، ذول يروحون عليهم، يروحون على ذول اللي هاتيهم بالشوارع المصادر العدم، اللي يبيعون كبتله ويبيعوا الحبوب في المناطق الشعبيه. الله شاهد ورقيب، الله شاهد ورقيب، فاتون الوضع، وكل دروح ودنجي ودناكل ودنشرب بأمر الله، مو بأمر ونعم بالله أحوانة. وحق هو القرآن. أستاذ عمر أنا حاجك من لبة العمر. نعم. يعني أكو ناس، أكو ناس يعرف عندهم سبب تعبانة وعندهم كلش كل الزين، نعم. يدرون وعينهم عليهم، ما يسوونهم شيء وشتهم ولا يعتقلوهم، يقولوا لا إحنا عايفينهم بالشارع. يا بليش عايفين؟ مو إحنا مراقبيهم، كله كذب كذب كذب، مسرحية. يعني البلد، البلد القانون ما بي قانون، انت ما بي قانون، بس على الفقير، بس على الفقير، القضاء قادر على الفقير، والمحامين يسلسون بالناس اللي عندهم عوائل بسطاء وعندهم جيعان وعندهم بيوت، يبيعوها في سبيل للمحامي فلوس، حتى في سبيل يباوع على منهم، حتى في سبيل يتابع قريب. الله شاهد، والقرآن المجيد أستاذ عمر أحكي لك، مال يعني واحد. نعم. يعني كلام موثوق، الله شاهد. نعم، مع الأسف هذا اللي وصل حال البلد، نسأل الله أن يصلح الحال. مصير لبعض. نعم. شارع هذا العراق أستاذ، مصير لشارع ولا تقوم لكائمة إلا بأمر الله ونعم بالله، ولا ما دون الميليشيات اللي بالشارع والقتلة كذب. نعم، أنا أشكرك عيني علي. الله هو الخير وحافظين أستاذ عمر. آمين. أشكرك، أشكرك علي من بغداد كان معنا. معنا أبو فهد من بغداد. أبو فهد، يعني في هذه المقاطع ربما بالأسبوع نشوفها يمكن يومية، هذه الاشتباكات، الرمي، ومن قبل جهات هي تابعة إلى تحت مظلة الحكومة، تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة. شي فسر هذا الموضوع؟ وين القانون عن كل هذه التجاوزات اللي تصير؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أستاذ، بالنسبة للقوات الأمنية، أنا بالنسبة لي أنا هاي، نعم، هاي كلها القوات هاي تابعة للأحزاب، تابعة للسلطة الحاكمة،
زين وهي بس قادره على الفقير بس قادره على الفقير. يعني انت بحياتك كلها شايف ضابط مخابرات يبرز هويته بحياته؟ نعم. شايف هيك ضابط مخابرات يقول لك انا مقدم المخابرات؟ لا ما يصير طبعا. انا مره من المرات برز لي واحد هويته قال لي انا ضابط المخابرات ورتبتي مقدم. يا مجال ادخل؟ نعم. هذا شوف 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 وين وصلوا. شوف استاذ وين وصلوا بالامن العراقيين. شوف وين وصلوا بالامن مع العلم. قبل مخابرات قبل رجل المخابرات يعيش ويموت ما حد ويا استاذ وياك ابو فهد. وبالنسبه يعني للتظاهرات بايران الايرانيين سئموا من حكم الملالي يريدون يتخلصون منهم حس بهاللحظه يتخلصون منهم لان عسلوا بالارض فسادا الملالي. يدعون الاسلام هم وبعيد عنهم الاسلام بعيد 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 ما لهم علاقه اصلا بالاسلام. الشعب الايراني انا برايي الشعب الايراني احنا ما عندنا شيوعي شعب. نعم. شيوعي الشعب الايراني يعني ما احنا نحترمه لا اكيد هي ماكو مشكله بين الشعوب. ان شاء الله يخلصون. اليوم انت اي حكومه بالعالم اذا ما تتجاوز على وتتدخل بشانك انت ما عندك مشكله معهم. فالقضيه ليست قضيه شعوب ابدا. لا. لا لا القضيه مو قضيه شعوب. كل الشعوب محترمه. نعم. انا اشكرك اخي ابو فهد من بغداد كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه والعديد من الملفات. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. تكثر الأسباب وراء تراجع أعداد النخيل ولعل أزمة المياه وفتح باب الاستيراد من دون تخطيط هو أبرز ما أدى إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية. وفي ظل استمرار الشخصيات الحزبية بالاستيلاء على الكثير من البساتين بغية الاستثمار فيها وتحويلها من أراضي زراعية إلى سكنية جعل العراق متأثرا بكل المشاكل البيئية ومن أبرزها التصحر. ويذكر بأن العراق تراجع أمام الدول العربية بسبب السياسات الحكومية الخاطئة في التعامل مع الملفات الزراعية والبيئية والسكانية، وتركت أصحاب رؤوس الأموال يعبثون بالأراضي الخضراء حتى بات العراق متصحرا بشكل غير مسبوق. مقطع متداول لشخص متنفذ على مجلس محافظة بابل يقوم بتقطيع المناطق الزراعية على طريق الحلة المعامرة لغرض بيع المتر الزراعي بسعر مليون دينار وتحويله إلى قطع أراضية سكنية وفقا لأقوال أحد المواطنين. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. هذا البزيل تفنك اللي تمنى أنا هاك شوف وذاكيك ذاك البزيل يرجع بعد لهنا ذاكيك بزيل وهذا المحرم مع النفط هاي النقطة مع النفط وهاي هيك يدفن كلي تو هذا محرم وغير المسار مالته لي غادي هناك حطه هاي منه وهاي كلها مواكي وبيريد يبيع المتر بمليون هاي شوف هاي كلها مواكي هنا هاي شوف هذا غير مساره وذاك البزل الاصلي هاي شوف هذاك البزل مالته وهاي هنا هاي النقطه مال النفط
يريد يغيرها، وهاي شوف دا يدفن هاي الحفارة مالته، دا يغير بالمسار مال البزل والنفط دفنه كليته هاي، وهاي المحرم مال الشارع، مال الشارع للمواكب. ها وهذا هنا أنا طريق يا حسين الناتج، ها هذا من هنا يجي هنا، أنا هذا طريق يا حسين، هاي كلها مواكب. يريد يبيع المتر بمليون يريده، ها هاي هاي هنا أنا نمشي طريق يا حسين، هاي كلها مواكب يريد يفليش. هذا بلا تفاعل الجمهور مع هذا الموضوع، موضوع تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، ومنهم من علق وقال حول هذا المقطع بشكل خاص وحول هذا الموضوع بشكل عام، يقول ليث علي يبيع ويستلم فلوس الأراضي وماكو محاسبة قانونية. أما هديل العامري فتقول هاي تاليها الدولة ما بها قانون. أما تبارك فتقول أكيد يسوون هالشكل وأكثر، تقول منو يحاسب؟ محمد علي مافيات الأراضي معروفة هاي الجهات ولها نفوذ بالحكومة. طبعا تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية كما أشرنا بأنه زاد من رقعة التصحر في العراق، حتى بات العراق اليوم بحسب أرقام وزارة البيئة في العراق وبحسب الأرقام العالمية والتقارير الخامس عالميا من حيث تأثره بتغير المناخ. كلنا يعرف، والملف القادم سوف يكون حول شح المياه وثرها على الأهوار، بأن هذا الموضوع، موضوع تحويل المناطق الزراعية المناطق الخضراء إلى مناطق سكنية، يؤثر بشكل مباشر على البيئة في العراق، يؤثر على البيئة، يؤثر على المحاصيل الزراعية، يؤثر على الفلاح، يقوم الفلاح بهجرة الهجرة من الأراضي الزراعية إلى المناطق السكنية. هذا بسبب عدم وجود هناك قانون صارم يمنع هذا التحول. بلدان صحراء تعمل ليل نهار وتقوم بضخ المليارات لزيادة الرقع الخضراء، لزيادة المناطق الزراعية. في العراق الأمر مختلف، هي منطقة زراعية صار لها مئات السنين بها نخل، بها زرع، يجون اليوم يحولوها إلى مناطق سكنية، وكأن العراق يعني ما بمناطق شاسعة، مناطق تتسع للمناطق السكنية الجديدة. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، هذا الأمر تحويل الأراضي الزراعية إلى الأراضي السكنية يغزو المحافظات العراقية، كيف ترى هذا الموضوع وأين هي الجهات المسؤولة لوقف ومنع هذا التحول من مناطق خضراء إلى زيادة التصحر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يعني طبعا هاي الموضوع يعني الفساد الحكومي، يعني احنا نعرف كل قيادات المتنفذة بالحكومة العراقية من حشد أو شخصيات فاسدة استغلم هذا الموضوع بالسيطرة والهيمنة على أغلب المناطق الزراعية في داخل بغداد، ومثل الدورة وبساتين الدورة والزواهسة ومطار المثنى السابق، كلها حولوها إلى مجمعات سكنية. المواطن البسيط ما مستفاد من هاي المجمعات. يعني لو الدولة تبني مجمعات بأي مكان كان ويستفاد منها المواطن، يعني واحد يقول لك يعني جاي يستفادون منها ناس ما عندهم يعني شقة أو ما عندهم بيت أو ما عندهم سكن. بس لكن مو قتل مناطق زراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية. عندك مساحات شاسعة كبيرة، روح ابني بيها، سوي مدن جديدة. نعم، فهاي كلها استغلوها المسؤولين والمتنفذين، يأخذون هاي الأرض ويعطوها المقاول فاسد ويبني عليها مجمع سكني أو بيوت أو فلل ويبيعوها ويخرجون من الموضوع كله، ولا كأن أحد يعرف بيهم. لكن الدولة وين؟ المفتشية وين؟ النزاعة وين؟ يعني وين؟ ما عندنا دولة، احنا ماكو قانون جاي يتابع هذا الموضوع، يقولون انتوا ليش تجون داخل المدن وعلى المناطق اللي مشجرة أو بساتين أو حزام، تعتبر البغداد مثل ما كان يخططون في النظام السابق يعتبر حزام من أشجار في سبيل صد
صد مثلا الأتربة، تقلل من ارتفاع حرارات الأرض، ومناطق سياحية تعتبر خضراء، كل هاي دمروها في سبيل طمع مادي يستفادون من عنده، وهي كلها ملفات. زين وين الجهات المسؤولة؟ وين الجهات المسؤولة عن هذه القضية المصيرية؟ ما أحد يقدر يحاسبهم، كل المتنفذين هسه اللي جاي يسوون ويهمنون على البساتين الموجودة بحزام بغداد هم ناس تابعين إلى مسنودين من حشد وساندهم القضاء العراقي وتابعين إلى كتل، فشوف المستفيد الأول والأخير هم نفسهم الفاسدين الموجودين بالحكم من 2003 ولحد الآن، ما حد جاي يحاسبهم، ما شفنا أي ملف فساد بخصوص هاي التشجير المناطق المشجرة اللي جاي يقضون عليها. يعني أكو مناطق صحراوية تبعد عن بغداد 20 كيلو 30 كيلو يعني ما مستغلة نهائيا، مثل معسكر طارق باتجاه أبو غريب. يعني المفروض هسه تصير مدن جديدة بعيدة عن مناطق الزراعية، بل هذه المدن الجديدة تحتوي على مساحات شاسعة، المفروض مساحات زراعية حتى تكون رئة للعاصمة بغداد، رئة لباقي المحافظات. بس هم متقصدين هاي لتدمير بغداد وجشع وطمع، يعني اللي يستفادون يستغلون هذا الأراضي اللي تعتبر هي بالمركز. نعم. وحددهم على مثل الدورة أو بالتاجي أو باوت بغداد بالكاظمية، كل هاي المناطق المشجرة تم القضاء عليها بسبب الطمع والجشع والشخص الفاسد اللي موجود بكرسي الحكم، وهي منو مخاويج مواطن عادي ياخذ هاي الارض ويزيل الاشجار كلها الموجوده بيها ويقطع المياه الموجوده مثل الزوراء او غيرها او بالبلديات او مدينه العاب القديمه، كلها حولوها الى مناطق سكنيه. يعني ما يفكرون ان هاي يعني مستفاد منها المواطن يروح يتنزه يقعد في منطقه بيها اكسجين زياده. لا، الهمهم الاول والاخير الفائده الماديه والفساد، هذا كلها ملفات فساد. المفروض النزاهه والمفتشيه تستغل هاي الفرصه وتيجي تحاسبهم، ليش جيت بالذات هاي المنطقه؟ ليش ما اخذت اراضي خارج بغداد؟ هم محسوبه على بغداد باتجاه المحموديه، عندنا عده مناطق كلها يعني ما مستفاد من عندها، وابني هاي المجمعات السكنيه اللي انتم جاي تستغلوها الحسابكم الخاص. اما المواطن العراقي ما يخص هاي المجمعات الجاي تبنى. اشكرك صباح من بغداد، كان معنا ابو علي من لندن. تفضل ابو علي. يا الله سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حياكم الله. يا اهلا بك، الله يسلمك. اريد اتكلم عن المظاهرات اللي بايران. نعم. طبعا اني يعني اؤيد واشجع الاخوه اللي بايران المتظاهرين الثوار يسقطوا هذا النظام، واتمنى من الدول الباقي الدول ان يؤيدوا هذه المظاهرات وان يدعموا هذه المظاهرات. نعم. لان هذه المظاهرات اذا اسقطت نظام خامنائي الارهابي سيسقط من العراق ومن اليمن ومن سوريا ومن لبنان. يعني طبعا اليوم الحشد دخل الى ايران، الحشد الايراني وحزب الله اللبناني الإرهابي هم دخل إلى إيران يعاونون النظام الخامنائي. طبعا هم مستنفرين حتى الإطار الإيراني. يعني ألا تعتبر بأن النظام الإيراني قادر على قمع هذه التظاهرات كما حصل في يعني السنوات الماضية؟ والله أستاذ عمر يعني المظاهرات وصلت إلى مرحلة ما أعتقد يقدر النظام يقدر على هذا الشيء. بعدين النساء الإيرانيات أقوياء يا أخي، جاي واجهن النار، زين، واللي عنده خطيئة يروحون ساعتين يصفقون ويرجعون. هاي اللي عندنا طبعا، زين، وينصبون خيم وأكل وتمن وقيمة. أنا ما شفت هناك خيم بإيران، صار لهم أسبوعين ها الثوار طالعين بالشوارع، ما شفت لا خيم ولا تمن وقيمة ولا بدورة بالأكل. ذول ناس يعني ناس مستميتين يريدون وطن، عمي يريدون وطن، زين، وان شاء الله تنجح ثورتهم. طبعا ذول الاطار الايراني مستميتين، يعني خايفين هذا النظام الارهابي، لانه هذا النظام الارهابي هو صمام الامان لهم. هذا النظام الارهابي نظام خامنائي صمام الامان للميليشيات والعصابات. ان شاء الله اذا انتهى هذا النظام الايراني الارهابي، زين، ستنتهي ميليشيات ايران في العراق، وستنتهي ميليشيات ايران في اليمن وفي سوريا وفي لبنان. فاني اطلب من الشعوب العربيه ان يدعموا هذه المظاهرات،
طبعا أنا أشكرك أبو علي من لندن، وأعتذر منك على المقاطعة لأن عندنا ملفات وما بقى سوى دقائق معدودة. أدت أزمة شح المياه في العراق وبالتحديد في منطقة الأهوار بمدن جنوبي العراق وتقلص المساحات المغمورة بالمياه فيها خلال الأشهر الأخيرة نتيجة قطع إيران لعدد من مياه روافد دجلة وتحويل مجرى عن هذا النهر إلى تراجع ملحوظ بالثروات الطبيعية وتحديدا الجاموس الذي يمثل الشكل المعروف لمناطق الأهوار والذي يعتبر ركيزة معيشية لمعظم ساكني هذه المناطق لا سيما مع تعاظم نسب الجفاف وتراجع جودة المياه وزيادة التركيزات الملحية وتحولها إلى بيئة حاضنة للأمراض. يشكل الجاموس وتجميع حليبه وبيعه في السوق مصدر رزق لآلاف العوائل التي تسكن في مناطق الأهوار المائية، إلا أن هذا المصدر أخذ بالتراجع جراء الأزمة المائية وتقلصت أعداد الجاموس بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حيث تفيد التقديرات بأن نحو ربع مليون حيوان من الجاموس كان في مناطق جنوب العراق. مقطع مصور لنفوق أعداد كبيرة من الجواميس في مناطق عدة في أهوار العراق، فلنتابع. أنا حتى كان أهوار اليوم بقيت من عاد إن الجاموس صار لنا يومين ضايع ندور عليها ولقيناها باكة وميتة. شوف الوضع. سبب الجفاف. يعني البيئة في العراق بالفعل بخطر ويجب يعني تدارك هذا الأمر. نذهب إلى تفاعل العراقيين مع هذه الصور التي تبين إلى أين وصل الحال في العراق. الحاج سعيد العبادي يقول الحكومة تريد تقضي على الثروة الحيوانية، ليش؟ ارتفاع الأسعار ويا الجفاف، المسؤول على الزراعة سكوت، المن مخلي مديرية ثروة حيوانية بالوزارة، ما هي واجباتها؟ عدي البياتي يقول والله هذا المنظر مؤلم، أشوف الثروة الحيوانية انتهت في أهوارنا بسبب تجفيف الأهوار، والله كارثة. سلمان يقول كل هذا مقصود حتى يحطمون هذا البلد، وقبل كم سنة جاءوا على دواجن الكوت ملايين الدجاج والعظيم كل شيء ما بيه، وقالوا فلاونزا طيور وحرقوا الدجاج وطمروا بالشفرات. صفاء منظر مؤلم، دمروا كل شيء جميل، لم يسلم حتى النبات والحيوان، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نذهب إلى الهاشتاج. تفاعل ناشطون ومدونون وعراقيون مع وسم تشرين قادمة للتذكير بموعد التظاهرات التي ستنطلق في الأول من أكتوبر بالتزامن مع الذكرى 3 لثورة تشرين للتأكيد على أهميتها وعلى أن التظاهرات بعيدة كل البعد عن أي حزب أو تيار ولا علاقة لها بالمتصارعين على السلطة، وبأن تشرين تمثل كل العراقيين بكل أطيافهم ومعتقداتهم كما قال العراقيون تحت هذا الوسم. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم تشرين قادمة. بلال يقول بما أن التظاهرات 11 ستنطلق فيجب أن تكون للجان التنظيمية مراقبة شاملة للحد من استغلال التظاهرات للجهات المتصارعة على السلطة، كون الوضع متأزم بين الأطراف فالجميع يحاول ركب الموجة ليجعل من الثورة طريق للوصول لغايته، فستبقى ثورة شعبية ضد جميع من شاركوا في الحكم. أما ثامر فقال تشرين ستعود بإذن الله، انتظروا
فمن بأيامنا إلا عدد، فما بأيامنا إلا عدد. يقول العراقي تشرين، علي العراقي يقول تشرين قادمة قريبا، موعدنا تشرين، النصر والعزة والكرامة ووحدة العراق، لن يبقى ذيل يحكم ما دام فينا عرق ينبض، لبيك يا عراق. أما أمال الظفيري فهي الأخرى التي غررت تحت هذا الوسم، وقالت تشرين أكبر من أن يمثلها حزب أو تيار واحد، تشرين تمثل كل العراقيين بكل أطيافهم ومعتقداتهم، تشرين قادمة. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، استعرضنا فيها العديد من الملفات على الساحة العراقية والتي تفاعل عليها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. نلقاكم غدا إن شاء الله، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.